شرعت الأجهزة الأمنية في أوباري من مديرية الأمن والبحث الجنائي والمباحث الجنائية والكتيبة الأولى مشاه وغرفة المشروع الأمنية بتطبيق قرار حظر التجوال داخل المدينة والأحياء المحيطة بها كحي المشروع وبلدة الديسة. من خلال قرار هذا تم تشكيل لجنة أمنية بالخصوص من قبل مديرية الأمن بالكتائب الأمنية والغرف الأمنية والأجهزة الأمنية، وتم بداية هذه الخطة لهذا اليوم بحظر التجوال من الساعة 6 إلى الساعة 6 صباحا، من 6 مساء إلى 6 صباحا، ولا زالت الخطة مستمرة إن شاء الله. هل في تجاوب من المواطن؟ بالنسبة للتجاوب من قبل المواطنين هناك تجاوب كبير جدا وواضح. عدم استجابة البعض جعلت من الشرطة مخاطبة المخالفين عبر مكبرات صوت السيارات مواطنين وأصحاب المحلات التجارية بأن يلتزموا بقرار الحظر لأجل سلامتهم وحماية المدينة وليبيا من فيروس كورونا. اللجنة المشكلة من المجلس البلدي أوباري وهي سميت بلجنة الطوارئ أو متابعة جائحة فيروس كورونا مع الأجهزة الأمنية داخل البلدية تقوم بفرض حظر التجوال، وذلك لصحة المواطن والمواطنين في هذه البلدية. ونحن نعلم أن قرار حظر التجوال قد نفذ في معظم بلديات ومناطق ليبيا. قرار وزارة الداخلية استثنى الصيدليات والأجهزة الحيوية الخدمية المكلفة بمهامها الخاصة في مكافحة فيروس كورونا داخل المدينة وخارجها.